السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، مباراة في نهائي كأس السوبر الأسباني اليوم بإذن الله تعالى، أو يعني هو فاضل 3-4 ساعات ويبقى اليوم الأحد، هو يوم الأحد الموافق 16/1/2022 أو 16 يناير 2022. مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو هتكون في السعودية بإذن الله تعالى. المباراة يكون معادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق. المباراة معادها الساعة 10:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و6:30 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. على قناتنا كل المباراة متابعين الكرام عندنا قناة SSC سبورت 5 HD ومعلق المباراة فهد العتيبي ومشير الكرني، يعني قناتين صوتيتين. ملعب مباراة استاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر الأسباني. متابعين الكرام وعليكم القناة الأجنبية الأخرى نقل المباراة منها SSC 6 HD، معلق المباراة أشرف محمود، وسبورت تي سبورت تي في 2 الثانية التشيكية، وبيتي سبورت 3 الثالثة HD، وفاموس HD. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك للفيديو، سلام.